احنا راح نعطيكم فورمولا المسم، اذا ما تكمل الرسم على الورقه بس رسم على الكاست، لانه اي اختلاف بين الورقه والكاست معناته الرسم على الكاست صفر. هذه الفكره، يعني مجرد الرسم على الكاست هو عباره عن بيست فقط، تجيب اللي موجود بالورقه ترسم زين. قبل لا تسوي الرسم لازم تسوي التريمينج. التريمينج اكيد مثلا نحدد لك احنا بالفورمولا مثلا هذا ينشل، هذا الموجودات انت اكيد اخذته بالكورس الاول التريمينج، بس في مراجعه سريعه للتريمينج حتى يكون التريمينج مالتك على اساس علمي، لانه اللي فهمته انه انت مو ماخذين التريمينج بصوره صحيحه. من تحدد هاي الاسنان انت راح تسوي في شيب بنص المسافه. انت هسه ذني ثلاث اسنان، اوكي؟ راح تسوي الفي شيب هنا. أنا سويت في شيب بهالشكل هذا. في شيب نزلي؟ بالضبط، اي. لحد ما توصل وين؟ توصل للانتر دنتال بابيلا، يعني التريمينج مالتك شلون حيكون؟ انتبهوا عليه يا طلاب. لان الاسنان مشلوعات. كأنه بداية الخط الأول توصل بين انتر دنتال بابيلا وانتر دنتال بابيلا بالشكل هذا، مرورا على السن اللي انت تريد تشلعه، اوكي. بالإضافة لهذا تترك من هذا السن اللي انت تريد تكسره فد 3 مليمات، ما تشيلها، تخليها اللي ناحية الكونتاكت اريا، نفس الشيء هنا خليه 3 مليمات، تنحت هذا الشكل من البداية، اوكي؟ تمام؟ هذا انت كيفك عاد، بلاستر نايف بأي شيء، لأن هذا ما راح يكون ضمن الديتيلز اللي احنا نريدها بالتريمينج، اوكي؟ شوفون شلون احاول انه هذا لازم تكون بيه سريع حتى لان هذا من وقتك. لا لا بالعكس، اذا تنقع بالماء يصير بعد ما تقدر ترسم عليه. فانا افضل تجيبون موستون، تجيبون من هذا البلاستر او هذا كلش يعني بسيط والكسر مالته كلش سهل. هذا الستون يتعبك، يعني بالعكس هذا الستون لا احد يجيبه نهائيا. شوفون شلون سويت اول مره سطح عدل. كيفكم؟ بعد كافي طلاب اللي على الوجبه اللي وراهم احسن. هيا قفلي بقى على الوجبه. انتبهوا علي، هسه انا وصلت الى مرحله انه شلت الاسنان اللي يعني موجوده بالديزاين، بس بنفس الوقت ما نزلت هي سويت مثل ما انتم كنتوا تسوون، لا خط عدل. ليش؟ حتى بعدين كل سهوله، يعني بكل سهوله من تسوي الفينيشنج انت راح تلزم بلاستر نايف واكس نايف ايش 45 درجه بالشكل هذا، وبس تبدي تاخذ تساويها خلاص هذا كمل الترمك بالشكل هذا، لا تاخذ اكثر ولا اقل، 45 درجه تساوى هذه. تنزل ما عندهم دكتور؟ لا تنزل، لا خلاص هاي دكتور. هو مو المفروض يصير ريزوربشن مال بون؟ اي المفروض يصير ريزوربشن مال بون. لا ما يصير قوس، لانه المفروض انت تخلي الدينشر مالتك بعد ما يصير الهيلينج، اوكي؟ فهذا القوس ما يصير تخليه، تسوي عدل زين. كونتاكت اريا اكثركم من اباوع التريننج مالكم ما عندكم كونتاكت اريا. كونتاكت اريا كلش بسيطه، مجرد ما انت تمشي لاكرون او واكس نايف ويا السيرفايكل لاين مال ابتمنت بالشكل هذا.
هاي بس تمشي وياه راح تلاقي اكو فد قطعة هنا مال بلاستر او ستون بس تدفعها بهالشكلات انفتحت الكونتاكت اريا لحد ينحت السن ماكو داعي تمام اذا تتذكرون قلت لكم اسبقون شوية من الابتمنت اللي انت شلته على هذا السن هسه هذا السن. يعني هذا الانجولي بس اجيت بهالشكل هذا بس شلتها شوف الكونتاكت رجع السن وكأنه سام اوكي اجي على هذا انا مبقي شوية تمام ام شوية سيرفايكل لاين بدون ما اضغط من اوصل للمنطقة اللي انا مبقي بيها بلاستر بس بالشكل هذا فتحت اوكي اجيها الانجولي نفس الشيء فتحت هاي يعني كأنه تعرف شنو يعني كأنه انت بس تعمق سيرفايكل لاين ها هي فتح الكونتاكت نفس الشيء بالنسبة للجهة الاخرى هسه شنو بعد ما كملت الترمينج تجي فقرة الرسم عندكم هاي الكاستات اللي جبتوها اشتغلتوا بيها اللي بيها ترمينج جاهزه طيب بالله انا افضل قلم رصاص احسن شيء ترسم بيه واسرع شيء بقيه حتى اي ذاك اسرع هاي بيها شويه زيت تمام توني كاستات بابا شلون ترسم الجريد وورك مثل ما شرحت لكم بالرسم ترسم هذا اللاين بايسكتنج تمام بالشكل هذا البوكال سايد هو just vocal to the line bisecting بالشكل هذا اوكي اللينجوال هي احنا قلنا من اليمين لينجوال to the lingual side of abutment هذا رسم الجريد وورك بالشكل هذا ترسمه توصل للنهاية بري توصل للنهاية تمام؟ زين. Proximal plate اللي رسمناها على شكل مستطيل بالورقة شلون تبين لي انه اكو Proximal plate هنا؟ مجرد ترسم لي مستطيل على distal side مال tooth هاي Proximal plate تشوفوها بالشكل هذا اوكي؟ احنا بالورقه شو رسمناها خط او ايش على قد الكونتاكت يعني لا هي تمشي بصف السد بالشكل هذا ترسم بروكسيمال بليت اوكي الميزيال اوكلوزال ريست يرسم مو عندنا احنا ميزيال فوسه ديستال فوسه تظلل الديستال فوسه كلها على شكل تراينجل هذا المثلث يتظلل بهالشكل هذا هذا ميزيال اوكلوزال ريست تمام نعم لا لا احنا بس بدنا نرسم لا شوفوا رسم الديزاين يبدا قبل التحضير فهذا ترسم الديزاين بعدين تحضر وتاخذ امبريشن وتسوي ماستر كاست وانه مرت اللي ترسم الديزاين اوكي فاحنا الديزاين اللي درسمه هو الاولي مال دايجنوستيك كاست زين اوكي هذا السنجلوم او هذا اللينجوال عفوا الاكلوزال ميزيال ريست اي بار شلون يرسم اي بار هو بالضبط قلنا يخرج على بعد سن من الجريد وورك بالشكل هذا ينزل للجنجيفه بعدين يصعد بشكل عمودي على السن هذا شكل الاي بار انا نفس السن اي طبعا اي هذا الاي بار اوكي زين بعد ما خلصنا هاي الصفحه اللي نفس الشيء هم يعني هاي اللاين باي سيكتينج نفطر بصفه هذا 2 ملم لينجوال كذا ابوتمنت
نجي بروكسيمال بليت بهالشكل هذا الرسم. اي بار ايزي ريست طبعا القلم الرصاص افضل لانه راح يرسم. تمام. ايش عندي بعد؟ الخطوط اللي سحبناها مال ماينر كونكتر من قلت لكم اذا تتذكرون الريست ينسحب خطين، هنا ذن الخطين، خط على السن نفسه وتنزله لي جوا بهالشكل هذا، وخط على السن اللي بصفه. ما بعد اندارت ريتينر، صحيح اندارت ريتينر عندي هنا سنجلم ريست على الكناين يرسم بهالشكل هذا. شوفوا السنجلم ريست على اي انتيريور تيث تظل نص السن، هذا الريست مالته. اوكي اي تظل له كليته، هو اي سنجل ام ريست يظل السن كليته. تمام بالشكل هذا تظل السن كله. صار عندي اندارك ريتينر، كمل الريستات، كمل الدارك ريتينشن والاندارك ريتينشن. إذن بهالحالة بما أنه ذني مرتبطات اثنينات هنا راح ينزل خط منه وينزل خط منه. اثنين دكتور؟ تمام. خط من نهاية هاي الريست وخط من بداية هاي الريست بهالشكل. أوكي؟ نفس الشيء هذه خط منه وخط منه. انتو يعني تعرفون شنو هي؟ هاي اصلا قطعة معدنية تربط لك الميجر بالريست. تمام اوكي. بعدين قلنا نسحب خطين من الجريد ورك، هذا واحد هذا واحد. تمام خطين من هاي الجريد ورك، هذا واحد هذا واحد. زين ميجر كونكتر شنو بهاي الحالة؟ فليدر ستراب. اوكي تقدر تسحب هذا بهالشكل هذا وهذا بهالشكل هذا. انا ما راح اشرح النظري لانه المفروض انتو مفتهمين. اوكي ذني ربطن بحرف يو بالشكل هذا. خلي ويندو بقى الفينش لاين، ظلل هاي المنطقة اللي هي منطقة التقاء الميجر كونكتر في الجريد ورك بهالشكل هذا. إذا عندك غير لون بعد أفضل، قلم جاف ماكو مشكلة، الوان هاي البيرمننت ماكو مشكله، هايلايت همينه ماكو مشكله، مجرد تبين لي بانه هنا اكو فينيش لاين. شوفوا عليكم شوفوها.